بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن تربية الوالدين تنمي الدماغ. تقول دراسة علمية من معهد هوتشيكس الدماغي بجامعة كالجاي الكندية أن العيش مع الوالدين في السنوات الأولى من الحياة يؤدي إلى نمو خلايا دماغية إضافية لدى الطفل. وتؤكد الدراسة أن العيش مع الوالدين أثناء الصقر يساعد في الحصول على ذاكرة أفضل وفي تحسن الوظائف التعليمية لدى الفتيان، في حين أن ذلك يساعد الفتيات في تطوير القدرات التنسيقية والاجتماعية. وأكد الباحثون أن الأطفال الذين يعيشون مع الوالدين يحظون برعاية واستقرار أكبر، وأنهم أقل عرضة للمعاناة من القلق النفسي في السنوات الأولى من الحياة. وذكر الباحثون أن هذا هو السبب في ازدياد نمو خلايا الدماغ لدى الجنسين، حيث يزداد نمو المادة الرمادية لدى الفتيان، ويزداد أيضا نمو المادة البيضاء لدى الفتيات. ونقول ألا يستحق الأبوين أن نشكرهما وندعو الله لهما على هذا الفضل. هذا ما أمرنا الله تعالى في القرآن الكريم. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، سورة الإسراء آية 24. والله أعلم.